السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، نحييكم في حلقة جديدة من قصص نجاح دكتور نيوتريشن. واليوم نستضيف ضيف مميز، الأستاذ محمد رجب، اللي خسر من وزنه 30 كيلو. احنا اليوم هنا متواجدين بمدينة العين إمارة أبو ظبي بالفرع الجيمي. أهلا وسهلا فيك، نرحب بك بوجودك معنا ويشرفنا أنك تشاركنا قصة نجاحك. شكرا لحضرتك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك. طيب أول سؤال احنا ممكن نوجه، يعني كم كان وزنك قبل ما تيجي للمركز، وشو هي المشاكل اللي كنت تعاني منها حتى فكرت أنك تدخل مثلا في رحلة الرشاقة أو رحلة نزول الوزن؟ تمام، أول حاجة برحب بحضرتك وشكرا لدكتور نوتريشن. والله الوزن كان 116 كيلو. تمام. طبعا كان طبيعي بتاع الوزن، الزيادة، صعوبة في الحركة، صعوبة في انك تجد ملابس كويسة ليك، برضو مشاكل في الأعضاء الداخلية، برضو كتير من الأمراض كده، بس الحمد لله كويس يعني إلى حد كبير. دلوقتي زي ما حضرتك شايف 86 كيلو الحمد لله، خسارة في الوزن 30 كيلو في أقل من 4 شهور. خلال أربع شهور بالضبط، فالحمد لله كويس يعني. ممتاز. يعني مثلا كيف كانت مثلا متابعتك مع دكتور نيوتريشن وحتى صرت يعني للوزن هذا وحتى وصلت للوزن اللي هو 86 هاي؟ والله في البداية كنت سمعت عن دكتور نيوتريشن وبعدين دخلت عملت فحص مجاني، بعدين جلست مع الدكتور كده وبعدين شرح الوضع ازاي بيكون طريقة النظام الغذائي، ازاي الرياضة، بالإضافة لمواد دكتور نيوتريشن اللي بتساعد الحرق كده. فبصراحة حبيت النظام وحبيت ان انا يعني اغير من شكلي ومن الطريقة اللي كنت فيها، فالحمد لله لحد كبير كويس. قعدت مع الدكتور والامور تيسرت طبعا مع الارادة ومع تعليمات الدكتور مع برضو المواد. طيب شو هي اكثر الاشياء اللي فادتك يعني من منتجات شفتها انها حسيت انك فادتك يعني فعلا؟ والله طبعا استخدمت الإلي كارنتين، شاي جراسو، قهوة كارفر، برضو كان حبوب ايزوكات برضو استخدمتها. مشروب الاناناس برضو كان كويس. دي يعتبر من اكثر الاشياء اللي استخدمتها من دكتور نوتريشن وساعدت كثير في حرق الوزن. تمام، ممتاز. طيب كيف صارت يعني الحاله الحين او الوضع كيف صار بعد ما نزلت الوزن وبعد ما خسرت 30 كيلو؟ طبعا لا طبعا تغيير كبير في الشكل، تغيير كبير في الحركه، طبعا برضو في الحاله النفسيه. طبعا الحاله النفسيه لما يكون الجسم زايد او الجسم معاك مثلا مظبوط او في حالته الطبيعيه بتفرق كتير معاك. صحيح. حركتك، كل شيء اتغير بصراحه يعني. طبعا في مدة 4 شهور 30 كيلو طبعا اختلاف كبير. اختلاف كبير. صحيح. بالضبط. طيب بالنسبة لنا كخاتمة يعني للموضوع على قصة نجاحك، يعني مو بضعف من الناس يقولون انه والله صعب اني اتبع نظام غذائي. طيب شو هي النصيحة اللي تقدر تقول لهم اياها؟ اي ادفايس يعني ممكن توجه لها يعني؟ والله انا قبل ما ابدا النظام في الرجيم او في ان انا ادخل في نظام الدايت وكده، بصراحة كان عندي خلفية ان طبعا الرجيم ان هو منع من كل شيء، من الاكل ومن الشرب وكده. بالعكس يعني انا البروجرام بتاعي 5 وجبات في اليوم، يعني يعتبر بتاكل اكتر من الاول. صحيح. تمام. بالاضافة طبعا يعني كون ان انا مثلا امشي مع مركز متميز نفس مركز دكتور نوتريشن، ده طبعا بيديني دفعة. طبعا في نظام بتمشي عليه كويس، في بروجرام مش مثلا بتمشي اسبوع وبتبطل اسبوع، لا في متابعه اسبوعيه بتعرف، وطبعا ده بيديك دافع كويس. كون ان انت مثلا تخسر في الاسبوع 4 كيلو او 3 كيلو بيديك دافع ودفع معنويه كويسه، بالاضافه طبعا لتعليمات من الدكتور نوتريشن الاغراض اللي بنستخدمها، فده بيديك دافع كويس. حافز يعني. حافز. طيب هل هي صعبه يعني النزول فعليا صعب؟ بالعكس، هو كانت الصعوبة في الأول، أول أنا ما دخلت كنت مفكر إن الوضع يكون صعب جدا، لكن بالعكس لقيت إن الوضع مختلف تماما يعني. بنظام الأكل، برياضة، بقيت خلاص متعود أنا لازم كل يوم أسوي رياضة. الأكل بتاعي بقيت خلاص مظبط في مواعيدي، بقيت عارف البروجرام بتاعي، ف
فلا هو الموضوع سهل جدا. يعني تغيرت اللايف ستايل كامل؟ غير تماما يعني. ممتاز. من قبل كده للحين غير تماما يعني. الحمد لله، نشكرك كثير على مشاركتك قصة نجاحنا. شكرا. وكمان انه شرفتنا مرة ثانية في فرع الجيمي بمدينة العين. شكرا لحضرتك. ونشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.